مشاهدينا ومتابعينا تحية طيبة لكم من ملعب سان سيرو، حيث هذه المشاهد الجميلة. فارس عوض يحييكم مشاهدينا متابعينا ويسعدني التعليق على أهداف هذا اللقاء. نشهد اليوم مباراة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، فريق ميلان ضد بروسيا دورتموند، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. دورتموند. تشكيلة نادي اي سي ميلان في مباراة اليوم. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. ياخذ الكرة في مكان خطير جدا. تظهر على الشاشة تشكيلة بروسيا دورتموند. أمريكان مع الكثير من النجوم في الملعب، توقع الشخصي بأن لياو كرة بتصل خلف الدفاع والكرة في المرمى. هدف مبكر هنا لافتتاح التسجيل في هذا اللقاء. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة، لم يكن هناك أي شك في هذه اللحظة. موقف الواحد ضد واحد، طبيعي تكون الأفضلية لتسجيل الهدف هنا، وبلا شك في مهارة في وضع الكرة داخل الشباك. جيرو بيعدي من المدافع. أوليفيا جيرو، ضاعت فرصة توسيع الفارق. كم ممكن يريح الكثير، كم ممكن يستغل هذه اللقطة. شوف الموقف، كان واحد على واحد، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. قرار سليم من الحكم، استمرار هجمة ميلان. كرة بشكل جميل، يتألق الحارس ويتصدى. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. الحكم يعمق الجراح، صافرة معلنة، ضربة جزاء، كل الطرق تؤدي إلى الهزيمة. الحكم يكتفي بركلة الجزاء، يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. نتابع مرة أخرى كيفية تنفيذ ركلة الجزاء. أفضل شيء في الهدف انك تخادع حارس المرمى، خلاه في جهه والكره في جهه. يا سلام على هذه الكيفيه. اذا عوده للمباراه مشاهدينا الكرام، والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. دونيل مالين، لم تنتهي الخطورة رغم صعوبة الموقف. نجاح في إيقاف الكرة العرضية، تدخل بشكل سليم. شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. أوهو، تدخل في مكان يستحق عليه البطاقة صراحة، بطاقة صفراء على لاعب الميلان. علي أن يكون أكثر حذر في المرات المقبلة، لأن الإنذار القادم سيعني الطرد بكل تأكيد. المرمى ينقذ مرماه، يا لها من فرصة خطيرة والكرة ثابتة، لكن الله على التصدي. اوهو، رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى، تصدي رهيب من حارس المرمى. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. هدف يقربهم من العودة ويصحح الأوضاع. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف. ضغط منظم ومتواصل،
واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسجيل مباشرة في هدف يجب أن يدرس. يستأنف اللعب مشاهدينا بعد أن قلص بروسيا دورتموند الفارق وأصبح قريب جدا من التعادل. أوليفر جيرو، الكرة في المرمى، يسجل من جديد ثنائي اليوم ببساطة لا يمكن إيقافه ويستمتع بما يقدمه في الملعب اليوم. نشوف لعبة الهدف مرة أخرى ونشوف كيف اللعبة العرضية من مسافة قريبة لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. انطلاقة قوية هنا مشاهدينا إلى الأمام، عرضية سهلة في يد حارس المرمى. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. تمريرة برؤية عظيمة، كانت فرصة هدف لكن حارس المرمى يمنع الكرة من الدخول. ردت فعل سريعة في اللقطة. كرة بتروح في 18. مع الصافرة نخرج الى الاستراحة. ضربة بداية الشوط الثاني من إيسي ميلان. تحكم كبير في الكرة وانطلاقة ممتازة. هجمة منظمة قد تشكل خطورة. يا سلام، حلوة البينية. عمل ممتاز في السيطرة على الكرة في مناطق الخصم. الله على الاعتراف. كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. كرة عرضية لكن المدافع يتدخل. رمية تماس لدورتموند. فقد الفريق الكرة في هذه اللحظات. تمريرة رائعة هنا. الكرة بين أحضان حارس المرمى مباشرة. وهنا ينجح في المرور، لكن خلاص كانت المساندة الدفاعية وإنقاذ للموقف هنا. والحكم هنا مشاهدينا تدخل ويمنح بروسيا دورتموند ركلة حرة. بروسيا دورتموند يحاول الاستفادة من الدكة. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. المساحة موجودة على طرف الملعب. خطأ في التدخل يستحق عليه البطاقة. لا يمكن الاعتراض على البطاقة الصفراء هنا، كان هناك تحذير سابق وبالتالي القرار سليم 100%، ومن الأفضل التركيز على الناحية الانضباطية بشكل أكبر. محاولة هجومية هنا. رمية تماس لإيسي ميلان. ضاعت الكرة من فريق ميلان. جوليان براندت. حلوة التمريرة البينية. تسلل موجود وقرار صحيح. ميلان يجري تبديلا في فريقه في هذه اللحظات.
تسع دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كارت من حكم المباراة. تدخل خاطئ يكلف دورتموند بطاقة صفراء. تصويبة من مكان بعيد. اوهو، عدت الكرة، مرت بجوار القائم. يا سلام على التسديدة يا لعيب، كرة كانت خطيرة، كان ممكن تصيب المرمى، حبست الأنفاس، اعتقدنا بأنها هدف في اللقطة الماضية. فرصة تقليص الفارق. نار أوليفر جيرو. الآن تفصلنا دقيقتين يحتسب حكم المباراة كوقت بدل ضائع. كرة وضربة حرة لدورتموند. وتنتهي المباراة الآن على فوز وثلاث نقاط أولى في بداية المشوار وانطلاقة مرحلة المجموعات من هذه البطولة. البداية هي نقطة الانطلاق للوصول للإقصائيات في دوري الأبطال. الفوز اليوم أكبر من مجرد ثلاث نقاط، إلا رح يكون له تأثير نفسي ومعنوي على الفريق ويجعله مستعد لبقية المباريات. لعب واحدة من أفضل مبارياته، بالتأكيد رح يظل يتذكر هالمباراة واللي قدمه واللي سواه في أرضية الملعب. كان انتصار كبير بفضل إبداعه في الملعب. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير رح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.